Bonjour les mots mixeuses, aujourd'hui غادي نديرو la recette ديال les baguettes. اللي غادي نحتاجو ليها 430 g ديال الماء, 750 g ديال la farine, 10 g de levure ولا على حسب الجو و 2 cuillères à café de sel. غادي نحلو le bol ديالنا, نخرجو الميزان وغادي نديرو 430 g ديال الماء. غادي نوليو نديرو طاغ وغادي نديرو اون كويير ا سوب هي 10 غرام ديال لافور. غادي نديرو نحيدو الميزان اون فوا فيرمي لو بول وغادي نديرو 2 minutes à 37 degrés vitesse 2. دابا غادي نخرجوا لا بالونس وغادي نزيدوا 750 غرام د فارين. ديرو تا وغادي نديرو 2 كويير كافي دو سيل. غادي نسدو لو بول, نخرجوا لو مود بيتران و غا mettre 3 minutes de cuissage. Hop, c'est parti. J'ai une diana, il y a ça qu'on a dedans, marchoufa, tu connais pas ça. غادي نوريكم كيف ديروا تحلوا لو بول باش تهودوا العجينه ديالكم فشي ريسيبيون. بسم الله, غادي تمشيو غادي تشدوا لو بول ديالكم هكذا وغادي تجروا هنا هادي تجروها لعندكم هاكا فوالا سي بون. ها هو هذا تحيد حيدنا تحتنا وغادي الموس نهودوا به العجينه فوالا. انا عزيز عليا نخدم بيديا يلا دابا غادي نخليو نسدو على العجينه ونخليوها تخمر. من بعد ما قمنا فاصوني لي باغيت ديالنا غادي ندردرو عليهم حتى شويه ديال لا فارين هكذا
نحضرهم بهذا العلم. تكون جديدة عندنا اللي تيتلان تكون ناضية جديدة. نديرو غير معاك دابا بسم الله. صافي نخليهم دو كوتي نغطيوهم بواحد التسريبيته نخليهم دو كوتي على ما يخمروا ونطيبوهم. هما لي باكيت ديالنا خمرو سخنا الفران على درجة حرارة 200 غادي ندخلهم نطيبو. غير لاستيوس غادي نخدمو لاستيوس لي هي غادي نحلو هاد السلطة تاعي غادي نديرو ها هما الباقي ديالنا يلا خرجناهم من الفران هما حمرين وبصحة وراحة.